لو ما عملتي لي بلوك على الواتساب كنت بعتي وراي وما عذبت السكرتيرة ست لمار. اولا هيدي شغلتها يلي انا عم بدفع لك كرمالها، وثانيا انا ما عملت لك بلوك على الواتساب، انا عملت لك بلوك من حياتي. بهالمناسبة السعيدة ليه ما عملتي لي بلوك عن الفيسبوك مثلا؟ ما خفتي انه جوزك يقرا ستاتس تبعك؟ هيدي صفحتي الشخصية وانا حرة فيها. سيدي رسالة صريحة. هذا رأيك؟ بفهم من كلامك انه ما بقى يعني لك اذا رجعت؟ ابدا. بتعرفي اذا كنت صادقه مع حالي طبعا انا بشك بهيدا الشيء، فهيدا يوم المنى عندي. تفضل اقعد. ما عندي وقت. ولا انا، بس عايزتك بشغل. غير انك تشتغلي فيي؟ اياد، بحكم القرابة يلي فرضتها حضرتك علينا وعلى كل اللي حوالينا، وبحكم انك بتشتغل بشركة انا مديرتها، انا هلا مضطرة اكون معك. صدقيني منك مضطرة لشيء. صدقني مضطرة وكثير كمان. مجبور صدقك؟ لا، منك مجبور. بس عندك خيارين. يا بتصدقني ونشتغل سوا، يا ما بتصدقني وبتضلك عم بتعاندني، بتأذي حالك وبتأذي كل اللي حواليك. وانت بيناتهم؟ اياد، أنا بحاجة لإلك حد بالشغل. في مشروع كثير مهم بدي أشتغل عليه، وما بوثق بحد غيرك. قلت بس بشرط واحد، ما بدي اسمع كلمة برات الشغل. كارول، اطلبي لي اجتماع ضروري مع رؤساء الأقسام.